تستحمص دابا من هنا لقدام. بالاخر لان امي نعيمه خرجت قالت فما قالت انا ما عندي ما نعطيك ودابا ما عندي ما نمدلك ومرحبا بك لا جيتي عندي كل اشرب الله يسهل عليك. راه ديو كلام دي معقول او شحال تهضروا بنت عندها 13 ولا 14 عام نهار البنت دير 18 سنه مرحبا ومرحبا. ولكن لا بقات ما كل شويه خارجه لا ملا وحكا وهادي وداك السيد يعطينا اتساع انا عاطيك اتساع من دابا اصلا ما كاين لا الزواج لا استحمص دابا من هنا لقدام. بالاخر لان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكون احوالكم طيبه وبالف خير. حنا اللي كنعرفوا هو ان الزواج كيتبنى على الاحترام بين عائله البنت والخطيب، وحتى الا كان شي سوء تفاهم كيتحل بالهداوه وبعيد على اعين الناس، بعيد على الشوشره باش يبقى الاحترام ديما بيناتهم لانها عشره طويله ويشاركوا حتى الوليدات. دابا هذا الخطيب ديال بنت مهم نعيمه اللي خارج بهذا الهضور احلى من كيضحك. الا كان فعلا خطب البنت راه البنت اصلا بقى ما صالحاش للزواج، وهذا الكلام كيتحل في البيوت ماشي قدام العادي والبادي كلشي كيتفرج. والا كان هادشي كله تمثيل بين نعيمه وهاد سهيل باش يطلعوا قنواتهم بجوج، فهذا اخطر وابشع انكم تعرضوا سمعه البنت لكلام الناس باش تربحوا الفلوس. هو تا الا دارها غيبقى براني وخر طماع وما يصلحش اصلا شي عائله تناسب معاه. ولكن الام اللي كدير اتفاقيات وتشوه بنتها هذه خاليه من الامومه وما عندها لا قلب لا كبده، كتهمها حاجه وحده هي الفلوس. بزاف ديال اليوتيوبرز لقاو ان المحتوى ديالهم خاص مره مره يطلعوه بشي فضيحه او شوهه، والا المشاهد او المتتبع كيجيه الملل وكتهبط لهم المشاهدات. في الوقت اللي كانوا صنع المحتوى كيقلبوا على مواضيع جديده وهادفه يستافدوا منها المتتبعين، ولكن من اليوتيوب عمر بالجهال والأميين وعباد المال اللي ما عندهم لا اخلاق لا مبادئ، ولاو كيعمروا اليوتيوب بالتفاهه وباي حاجه تجذب الانتباه وخيت عراو. ما بقاتش عندهم شي حاجه اسمها الحياء وما بقاتش كتهمهم السمعه ديالهم. المشكل هو انهم ما بقاوش مكتفين غير براسهم، ولاو كيديروا ولادهم طعم يجروا به المشاهدات. وشحال من يوتيوبر على برا تشد في الحبس وتخاد ليه ولده لانه كيسيء المعامله ديالو. الولاد ماشي من حق اي واحد يحط صورهم للناس وهما صغار حتى يكبروا ويقرروا انهم يبانوا او ما يبانوش، ولكن يوليو سلعه يتاجروا بها. هادشي غيأثر على تربيتهم وعلى قرايتهم وعلى مستقبلهم. هاد الاضواء المسلطه عليهم كلها ضرر لهم، ما كيبقاوش حاسين بالحريه ديالهم في اتخاذ القرارات، ما كيبقاوش يديروا الحوايج اللي ممكن الوليدات العاديين يديروهم. قدروا يكونوا عرضه للتصوير في اي بلاصه ويتشدوا في اوضاع او اماكن ضرهم، بحال اللي وقع مثلا الولد الميلودي تسلطت عليه الاضواء وكبر الموضوع تعتقلت امه غير حيت ولد الميلودي. اما كون كان ولد ناس عاديين كانت القضيه غتضمص دغيا. الشهره واخا كتبان عندها ايجابيات ولكن على سلبياتها اكثر واعظم، وهذاك تسليط الاضواء كيخلي الولد عنده مسؤوليه كبيره وضغط خاصو ما يغلطش والا غتهضر عليه الصحافه والناس، وهذا الضغط ممكن يدير ليه مرض نفسي او يتجه لشي بليا. في الاول كتهمهم غير الفلوس، ولكن من بعد ممكن داك الفلوس تخسرهم في الطبيب، وهالعار يداويو لك ولدك مصابغير يقدوك في علاج الامراض النفسيه اللي جمعت ليه من مصايب الوالدين الطماعين. ملي كتقولي انا عيمة انا ولادي ولدتهم ومشغول حد فيهم ونتحكم فيهم كيف ما بغيت، لا راكي غلطه
ولادنا ما عندناش الحرية فيهم، لأن الله قال لنا هادوك مسؤولية عندنا وحنا مسؤولين عليها غدا أمام الله. ماشي مسؤولين على الماكلة واللباس والسكن فقط، لكن مسؤولين على اختيار الزوج الحسن اللي غيكون باهم، مسؤولين على الاسم اللي غنعطيهم، مسؤولين على تربيتهم تربية دينية، مسؤولين على قرايتهم وتوجيههم للطريق المستقيم، مسؤولين على إعطائهم الحنان الكافي وتربيتهم التربية النفسية السوية. ماشي نخرج على ولدي ونعمرو أحقاد وسم وشر ونحرشو على هذا وذاك ونعمرو عقد نفسية، أو نلاقي سلوك بين ولادي ونشتت شملهم ونخليهم يضربوا في بعض. مسؤولين نجيبو ليهم فلوس الحلال ماشي فلوس الحرام، مسؤولين كونوا حنا بعدا مزيانين باش ما يقلدوناش في الحوايج الخايبه، ماشي يشوفونا كنكذبوا قدامهم ونسرقوا راه حتى هما غيديروا نفس الشيء. ولدك خاصو يحس بالامان، ماشي مفروض عليه كل مره خاصو يصور فيديو ويكتب ويتنص ويتعلم الهضور ديال الكبار باش يخرج ليك فيديو مزيان وتربحي منه الفلوس وتباني به على عباد الله. ما عطاناش الله الاولاد وقال لنا نتوما احرار فيهم، ديروا فيهم اللي بغيتوا، حيت الله ماشي ظالم، عطى لكل واحد حريته وحقوقه وواجباته، وما عطاش الحق للوالدين يطغاو على ولادهم. ولا شفتيهم حادوا على الطريق الصواب ما طيعهمش، راه داك السنين الاولى من عمر الطفل هي اللي كتحدد مستقبله واشنو غيولي من بعد. يعني كبرتي على الاخلاق غيطلع مخلق، كبرتي على قلة الادب غيطلع ما مأدبش، كبرتي على الاحترام والصدق راه غيكبر عليهم، وإلا كبرتي على عدم المسؤولية غيطلع إنسان مهمل في حياته كلها. الوالدين ليهم دور كبير في رسم ملامح حياة ولادهم، وبزاف من الوالدين ما كيستحقوش كلمة أم وأب، لأن الأم جات من الإمامة، يعني كتجمع الأسرة كتجمع الخوت كتجمع العائلة ماشي تفرق أو تشتت. بزاف الوالدين عقدوا ولادهم في تصرفاتهم لا مسؤولة وركبوا فيهم عقد نفسية كثيرة محال وجداوة. ماشي المهم نولد بزاف إلا ما كانتش غنحسن تربيتهم من جميع النواحي. وللأسف في المجتمع العربي الوالدين كينساو التربية النفسية اللي هي مهمة بزاف، وكيظنوا أن كاينة السيبة كل واحد يدير في ولادو ما بغى. كنذكر واحد الام كانت كتخرج بزاف وكتخلي ولدها رضيع لخوه كبر منه بشي 3 سنين، وكتقول ليه عمر ليه الرضاعه ورضعو. كان الولد كيشد الحليب ويخلطوه بماء الروبيني ويديروا الخوه في الرضاعه ويعطيه، وشي مره نساو دار ليه مسحوق الصابون الابيض كيحسب ليه حليب غبره، وداك الرضيع مسكين ما طوالش نهائيا بقى قزم. دابا بالله عليكم واش هادي تستحق لقب ام؟ هادي ماشي ام غير بلزات داك الدري وصافي وخرجت عليه. الوليدات امانه في رقبتنا، وكنتمنى يكون الميساج وصل. وشكرا على تتبعكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.